الحقيقة أنني لم أستمع إلى هذه الكلمة ولن أندهش إذا سمعت منكم ذلك، أن تلقي بالمسؤولية على حماس، لأنه منذ البداية قيل أن إسرائيل ارتكبت مجازر في فلسطين، ولكن يجب أن نقول أن الولايات المتحدة هي المسؤولة، لأنها تستخدم إسرائيل لارتكاب هذه المجازر، وهذا لا يدهشني، وليس من ثمة شك هناك بأن السيدة بينفيلد إذا قالت ذلك فهذا لا ينبغي أن يكون مبعثا للدهشة. ونحن نعلم أن إسرائيل تواصل عملياتها الكارثية ضد الفلسطينيين، وليس هناك شك في ذلك. وثمة أيضا جنرال إسرائيلي كان قال أعلن في مقال له في جيروزاليم بوست، قال أن هذه الحرب التي تديرها إسرائيل ستقود الشعب إسرائيلي إلى الهلاك، لأن نتائج هذا الموقف قد أدى إلى نتائج كارثية بالنسبة لإسرائيل. ونحن نعلم أن كثيرا من نعلم أن كثيرا من قوات إسرائيل من القوات الإسرائيلية قد قالوا وقد عبروا عن هذا الرأي بأن القطاعات المتنورة في الرأي العام الأمريكي وفي بلاد أخرى بدأت تقل في دعمها لإسرائيل. وإذا وقالوا أيضا أننا إذا افتقدنا إلى التحكم على الجهات المتنورة في العالم فهذا سيرتد علينا بالخسارة. ونحن نعلم أيضا أن نفس الأمر يتكرر في أوكرانيا، لأنهم لا يريدون الاعتراف بالهزائم التي منيوا بها الأمريكان، وهذا برضو يحدث في إسرائيل. طيب